نرحب بيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. ويمكن من إيجابيات ماتش النهاردة إن إحنا كنا قبل كده في كذا استوديو تحليلي كنا بنتكلم على الأداء ولا النتيجة، ويمكن كان في كلام كتير جدا بين كابتن علاء ميهوب وكابتن محمد يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني على موضوع الأداء في الفترة الحالية ولا النتيجة. إحنا النهاردة شفنا نادي الأهلي على مدار الشوطين أداء ونتيجة، مكاسب النهارده كتير جدا يا كابتن عادل وايجابيات النهارده للنادي الاهلي كتيره جدا. دي حقيقه. خلينا نرجع لاول استوديو عملناه قبل الدوري، كانت مباراه الجونه، واتفقنا ان الاداء هيجي لكل الانديه بعد فتره طويله، بعد خمس او ست مباريات، وده شيء طبيعي انك تقعد ثلاث او اربع شهور مفيش اي نشاط موجود، مفيش اي تمارين، مفيش اي حاجه. لما ترجع الفترة دي طبيعي ان الوقت ده تاخد قصاده او مقابله وقت تاني انك ترجع لفورمتك الطبيعية. واتفقنا ان اول خمس ست ماتشات هيبقوا صعبين على النادي الاهلي وعلى كل اندية العالم. خلي بالك لو اتفرجت على كل اندية العالم مفيش فرقة عملت يعني الشكل الجامد جدا او ادت مظهر كويس غير بايرن ميونخ، وان هم لعبوا كمان بايرن ميونخ كانوا لاعبين لغاية مباراة الفاينل 16 مباراة. صح. فانت بتتكلم في عندهم المباراه جت بشكل تدريجي ووصل لرقم 16. يعني بايرن ميونخ لما لعب مباراه الفاينل مع باريس كان لاعب 16 مباراه قبلها. ايوه. وصاد باريس كان لاعب 7 ماتشات. فانت بتتكلم النهارده برده في الدوري المصري انت بتتكلم في 7 او 8 مباريات ما يدكش برده. هيدخلك شويه واحده واحده، وده بدا يبان. المباراه اللي فاتت بدا تدريجيا الاداء يتحسن. النهارده اعتقد احسن اداء في الفتره اللي فاتت كلها. صح. الحمل البدني هيبدا يخرج من اللعيبه، ان اللعيبه يبقى عندها الريكفري بتاعها اسرع. صح. وان هم يرجعوا فريش تاني لحركتهم وان جسمهم يبقى في حالته الطبيعيه بياخد وقت، وده طبيعي. بس خلي بالك احنا شفنا الشوط الثاني النهارده برغم الفوارق بين الفرقتين ولكن فرقه النادي الاهلي لحد اخر ثانيه واقفه على رجليها. لا يعني شفنا هبوط تام من نادي الاسماعيلي في المستوى البدني، ولكن شفنا لعيبه النادي الاهلي حد دي حاجه و90. معظم الفرق اللي لعبت نادي قدام النادي الاهلي من اول مباراه خلي بالك كان في فرق بدني واضح، ولكن الفرق البدني مش لازم يكون واضح على الفرقه بس. أيوة. الفرق العام